روح مسلم كأه وحقوها يستو أما وحيالها أوها يستو وحقوه قال سمدين تيس إسلام لماذا هي إيمانك ورأس مالك نولوشا وحقيقة وحول بكاغا قالسا كان قيمة بدل وحضب أنت مركا ملقا مرمان إلهي تبارك وتعالى هدو دين كسيي أو إيمان إسلام ما كوغود ديقاي أو نعمة بحيتي أو قالسا كسيي وحضب أنت إنا دي لاشتو إن السيادة صوت كبير صوت كوريسو وحيد لا وحي أو وحود ما ينعت كإلى لسه هديك لو حد عيسى إن نعمة أدوية ونعمة إيادة إلى قاقات كذبنا الدنيا أخرى بعد قصرت وهي لها دين تهذا هلست كؤه يفتنوين كرا وعي الدين تهذا وحا كمده صدح ذا قضب أوشيغي الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحوليه هي سيد عمر صدح الرماد دين تأيي الدميان روح الدين تي سوى الدمينية تكبادي وحوي زلة عالم من العلماء السمر حديث طلبان وحو جدال منافق بالقرآن منافق دودايا وقرآن ككود دودايا ودليشانايا تصدحان وحو الأئمة المضلون مضحضة ذات كلمية صدح ذا الصباء وفتن كبني آدم كالدين تيسا خطر قليكو وهل سواح زلة عالم علمضوا ويخلضمان ويقفان إلهي تبارك وتعالى ضمانت مصين وحي لهيان يتلابوين كود كل إليه وصحسيهين ألا نوادي ذي تبارك وتعالى نور صونانتا نبي يدا يا إسكاله كمالك يا لما يسترنان آن لمنان لهين إسكاله كله يبا إسكاله وحي كسو هري وخلدميان وانا صحميان وقفيان مرنا وهقاقيا سيدا ازدرادت تدك علماء اه اي بوسك علماء ماذا امد اتشوغ خلدات كودا ايقففك اي قليان فتنو حي اتهاي تدك ايق الرعصا اي انكال السوعي كرينين خلدك شيخاني قلي يزلدا يسمبر رحضا او قلي ما صحبا مسوا خلط مركاسي راعيان او يدبقليان او هذا الكيس سيدي وحي او كلا او قادنيا سيدي آيات قرآن اما حديث نبي او كلا صلوات ربي وسلام عليه سيدي ازدراد دي دن آدو فربادن با هلكا كفت نوبي او علماء الزلات كودية خلدات كودية صحدو دي انتي كالساري وايين هلكا كل مو دين تو دو كفت نوبي أرنك أمرك وحبب أنت لسكي لعني وامد علماء كدقين إليهن إياكم وزلات العلماء إسكتشرا خلدات علماء قلان إسكي لعني وامد إليهن إياكم وتتبع رخص العلماء مذهب والباء إي عالم كستا أما نيدي سوى فعلات أما نيدي سوى حمات وحا رعي سميلو الدين تكمدا يا مسائل كمدا أيو سيد دبع سنو وحال لي هذا مذول بماشو كود دبع سنة الدين كارلغتو دين لأنبا كود عيس سيدا سدراديد كفيرسو قارهان الرماها ووين او دين تو كدكتي دادك دبالانا يا إيه هدنا علماء إن أدوى فرصتا دو باهنتهاي وحيالها إيقا هبل بان كرة عاي هبل بان دوغة لأي بري ملكو قين ميس إلهي أكتي سنة وحبك هاقة ترميس سيداس دلادت باع وحوليه عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه
علمدا سنبر رحضودا أول الرعاي وحيالها ددك الدين تود الدمية كمتاعي ما حد كوكران كرتا إنو سنبر رحضية إنو خلدية طبعا وحي أباها انت هاي إن هذا الأسجد كريه كوكافتو من هذا وكل سوء كرينه أدرادي سوء يا كله يا كهلي محل جيدي يا خلاف سن إسجد هذا الكيس هذا النص القادم هذا كرنا السنة إن هذا الكيس ميزان كقرآن كي السنة صارته كدي بنوحه كخلدين يا أدسجد لحد قلب كله بعدي وحوي الدين هذا الدومين يا أوت المامي خليفكو وحويان جدال المنافق بالقرآن مد منافقة أون دين لهاي أو دودية أو هدنا قرآن كدليشاني نبي صلى الله عليه وسلم حديث كيس مرفوع أنا وكسو بنت ابن حبان يطبراني وحي صوصاري من حديث عمران بن حصين إنه النبي صلى الله عليه وسلم وحا أقبضا أن إذين كعب سنه عبسيدا أقبضا أن قبائي وحوي أن دشينا أقبقياي ومنافق أفتهن وقرآن كدودي عليم اللسان عرب كيس علمي كيس وعرب كيس كتيرا علمي أصلك علمي وفيقي قلبك قله مرك الله بعدنا حبناها كم موقضة ومحوقها وخشية الله كعبسي إنما يخشى الله من عباده العلماء وورع حلال ميرشوي إسئلالي أسوء إذن أنت مدنا ماله عرب كيس وفصيح وأفتهن وحد لي شرينا وآيات القرآن يا حديث إساقنا دات كلمية لماذا؟ لأن الله بأرم وذهدي كل ما مسهلنا وامدك وبادي فصاحب بني آدم كا وسحر كوكله إن من البيان إلى سحرا بنبي صلى الله عليه وسلم فصاحب قار كيد واسد السحر كوكله ويروح وامير بدليسا فصاحبي وسحر كوكله هي قرآن كدليش جيسيو هيبد له روح مرض مسلم يعني قرآن كقلب جيس هيبد وين بكله سيداس تردد مركي اللي يراثه الله بايري روح مسلم كما دقاقي كرو قرآن كي كتالا مركي اللي يراثه ما دقاقي كرو هي بدي مركا قرآن كاللوحة مركو منافق افتهان هلو انتابو كوغين كرا انتابو اللومين كرا وهلس ومدا كنتي فرقده اللومي انتو دي بنا اصاصي كل مين خوارجتا والنبي كدي صلوات ربي وسلام عليه أمد الدين كذا بنايستي دين تذا بنايستي ما هي كل من آيات القرآن يدليش عليه إن الحكم إلا لله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وآيات القرآن لكن ما شيء ذي ميلنا هين بالدقي ما شاء الله صار يو يعد اللو دليش عليه ما أهدت كذي ما ها ماش هذين ما ها سأصدردت بعض الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه وكيري آية ذك قال هذا كسر دقي بيسوق هذا المركز المسلمين تدش كسارن أو يكون جالسين دي قوة يكون بنيسته سأصدردت آية ذو إن آياتها حديث كون السجية هاي مركات فهنتو وحاحكت إن أتفهنتو ماش الله صار يو يعد اللود اللي شنا يو ماش هذي متها مثل ما ها عداد انت قران ويد او ترى هذا انت ايات بو شيغي ده منافق بايات وا شيغا ده قالو بايات هو دليشدان سداس دردد منافق عليم اللسان نبي صلوات ربي وسلام عليه وحي كمتا فتنوينك اوو بدن اي هورينا امده او فتنه الى ما انتنا فتنين قرهان مركي هدا اي نقطه عالم كي انو اسكو خرمي او ميديو اسكو خري أو وحب قرصونين وحا أمد اللومين يا منافقين نوعاسون دين لهين لكن قرآن كينا دليشان يا أفتح النمان أي أدرتاح دين تاذا إلى الشر قضب كالصدح هذا وطلبا ما يوحوي
إيضاً عبسيدة بدن له الأئمة المضلون ذاتك ملاحظة الرعية بلشد اللومية ذاتك اللومية إيضاً حديث النبي قصه صلى الله عليه وآله وسلم حديث أبي الدرداء عند أحمد والدارمي وغيرهما وحيري أبو الدرداء نبي محمد صلى الله عليه وسلم ونلا دردارمي دردارن كون لا دردارمي وحو أها وحا أغبضاً عبسيدة أغبضاً إن إذين كبقية وحوي ومضح ذاتك اللومين يسواه الأئمة المضلون إيجان عبسيدة وحي أغبضاً تاهي أودي بيهيان حاله بيهيان كرسي بيكفرديان دولة نمدي بيهيان بلشدي بيكورتشوغان مركي اللومان ومدوى اللومين أيان سيداس درادت أي النبي صلى الله عليه وسلم عبسي بدن كموتشي مركي مدحض الله حطو إن أي تافيد ندر فتن كأقوين ومدن قبصان دون إني كمتا لأن الدتك الدين بقرضة ودي مدحض ودي كدين هين سيدا الليلة مدحض هدي دين عادان وهبابان ومدنا وحي أبضان تهين يروا إلهي أنه حريستيب وإلهي الله هبابان ويشتك ودقادان هدي حقاقان وحي أبضان تهي أمدنا إلي الله قاكت سيداس درادت بأي مدي سلف وحي ليه چرين هل دعاء إلهي أقبل يا هدي چرين هل دعاء وحان أقود دعين لها مدحظة محيلي صلاحهم صلاح الأمة وفسادهم فساد الأمة هقاق قودنا وهقاق أمدا فساد قودنا وفساد أمدا واتن ما انتين هاي ستوي حقا مسلمين تمان تلقى حيستا مدحي باكاها الله مركاسا وحي ديليان وبابئين ايان سنن كي دين تا اي معالم تادي اي شريعة دي اي دقن كادي باي انبادن اللد قال لما ايان ايه قو انبادن قال دك امر قادن اي انبادن شريعة دي ربي تبارك وتعالى سودة چي مال اسكرد اي انت دي بدنيت مذهب كودا إيه طريق كودا إيه قال الرعن ماذا إيه شريعة ما الله يسكت لقينا ننك إلى دور ماء وقلدن تهينا وأرقق عزو وأصل راع وإلا الدلو وإلا حرو وإلا نلع عيو بلشدي آوي مركي إيمانك كتغو وي قبدي الاستان نقضان وي إيمانك كتغو حول باب نقضان بلشدنا وإن إيمانك كتغو حول باب نقضانو أي محو أي سيدو كلا النقضان سيداس دردد مدحة بلشدة حكومة أي سلطة أي أود قعنتكو هيا فساد كيسو واهلس انحراف كيسونا واهلس هقاق جيسية توسنان تيسونا سيدو كلا والنعمة أي برواقة إلهي بحية تبارك وتعالى تاسان مركا كقران إن النبي صلى الله عليه وسلم مركو ليه وحو البعب سيدا أي قدراني وحو مدحدو إني هلو هدي مدحدو هلو ذو وفتنو انت اللومي كرتي كلومي كرتي اين حد لهي صد احداثي بوحي اباهينا الدين تا ذكي لالس ساس ترادد اي مدي سلف رضوان الله عليهم مدح كوا كفي عن او بقل كيما بقل كقيمة بدن او جهاد كأوغيا او شريعة دي كرنق ميا لكن لف اهان تود فساد بدني قلي اي كعرري تشيرين الي وحلو داقان إلا وحي لغا مارمان نقض موهي حل إني قبطان بي كعراني چرين أو لو حلي چرين أو لو قراعي چرين لو كرباشي چرين قال لي نقو وركون نقو ماهي ويكردو من چرين لأن وحي أغاين مركز تقو مدح ذا الباب ذا آد بطستو أو حلير كودا بطستو شك ملها هدادا دينكو إلالي صلاحي إن أي وحوظكو مرسليا مركز دنبنا السيدو دو كالأم بعضو فكري وعقل قوضات كل شقي نيسا مركز دنبنا فتوى دا كاسو بحي سي دين تو دو وحي نقو نيسا سي إيهو الربان إلا دو حول لكتو سي تسعيليه إلا دو حول لكتو فتوى دا دي فتوى دا دي وحا كاسو بحي مقياس كسي إيهو تسعيليه إلا دو مريس ساس دراديد بي أي من سلف كوك عرري تشيرين ما حادو مالا ليسا ما انتو كوة شوكا برك نعم وحي خير مصلحة أمد كساب سنعد والبهر لقال تعاون هذا مع ذلك مدحضو هذي اللونطوي الدريقة كهبا ودوحي أباها انتهي أيقنا إن لون نصيحيو خلط كودا إيا سامين تودا إن الدين تاذا كإلاشت
سمبرحده يا خلادات كعلي ماذا إسكا إلالي منافقين تقرآن كدليشان أيانا إسكا إلالي ماذا حدا فسادين يين الدين تهذا راوعين تحذر كاقك هقاضوا صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضى اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز دينك وكتابك وسنة نبيك يا حي يا قيوم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين اللهم كن لعبادك المجاهدين في كل مكان اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم أيدهم بتأييدك يا أرحم الراحمين اللهم انصر عبادك المستضعفين في فلسطين وغزة يا أرحم الراحمين اللهم انصرهم نصرا مؤزرا عزيزا عاجلا غير آجل يا حي يا قيوم اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم عليك بهم فإنه لا يعجزونك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا أرحم الراحمين اللهم مزق ملكهم وفرق كلمتهم اللهم فرق كلمتهم يا حي يا قيوم اللهم أهلكم كما أهلكت عادا وثمود وسائر الأمم الطاغية يا أرحم الراحمين اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان اللهم انصر دينك وسنة نبيك يا حي يا قيوم وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.